القول فيتبعون أحسن. آداب الطعام المختلفة. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند أول باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما، وذكر في هذا الباب حديثا واحدا الإمام النووي، قال عن جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الحديث متفق عليه. خلاصة معنى هذا الحديث الذي يرويه جبلة بن سحيم، قال مرت بنا سنة مجدبة، سنة قحط في عهد عبد الله بن الزبير، في هذه السنة رزقنا تمرا، أي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتمر، وصادف أن اجتمع هذا الذي يروي الحديث هو وثلة من أصحابه يأكلون هذا التمر، وكان الوقت كما قال الراوي كما قال جبلة بن سحيم كانوا يمرون بسنة، كلمة سنة باللغة العربية بمعنى فترة مجدبة، سنة قحط، فمر بهم عبد الله بن عمر وهم يأكلون لعله يرى البعض منهم يجمع بين تمرتين ويأكلهما بلقمة واحدة، هذا هو معنى القران أو الإقران بين تمرتين. فلما مر بهما عبد الله بن عمر ورآهم قال لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. يعني إذا كان الرجل جالسا مع صحب له يشتركون في تناول طعام، القصد من هذا أنه ما ينبغي لبعض منهم أن يكون أسرع في تناول الطعام من صاحبه، أو أن لتكون اللقمة التي يتناولها أكبر أو أكثر من لقمة صاحبه، هذا هو المقصود. ومن هذا القبيل أن يكونوا مجتمعين على أكل شيء كالتمر مثلا، فالأدب الإنساني والذوق الإسلامي يقتضي أن يتناول الكل من هذا الطعام تمرة تمرة، فلو أن واحدا منهم كان يأكل كل تمرتين بلقمة واحدة فهذا العمل يتنافى مع أدب من آداب الطعام، ويتنافى مع الذوق الإنساني الذي لا يمكن أن يترجمه ترجمة دقيقة إلا التعاليم الإسلامية. وطبعا هذا الكلام ليس خاصا بالتمر، العنب كذلك، أي شيء يعد بالعدد كذلك، والقصد من هذا أن يتساوى الكل عندما يجتمعون على مائدة واحدة في أسلوب تناول الطعام وفي كيفية تناولهم له، فلا يسابق الواحد منهم صاحبه، وهذا ليس خاصا بالأوقات الاستثنائية يعني التي يكون فيها مثلا الناس يمرون بمجاعة أو يمرون بقحط، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عبد الله بن عمر نهى عن الإقران مطلقا إلا أن يستأذن الرجل أخاه، سواء كان الوقت وقتا عصيبا وقت مجاعة أو كانوا يمرون بوقت طبيعي، المهم أن هنالك آدابا متفقة مع الذوق الإنساني ومتفقة مع المبادئ التي تزيد الألفة وتزيد في المودة، هذه الآداب ينبغي مراعاتها.
إجمالا، وهذا تفصيل لهذا الإجمال الذي يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. طبعا إذا استأذن الرجل صاحبه قال: والله أنا مستعجل ولا أستطيع أن أتلبث وأجلس معكم أكثر من 5 دقائق، فهل تأذنون لي أن أسرع في الطعام حتى أذهب إلى شأني؟ في هذه الحالة لا بأس. وهذا يدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى: أو صديقكم، يعني عندما ينهى الله عز وجل في خواتيم سورة النور عن اقتحام بيوت الآخرين إلا بالاستئذان، استثنى عدة حالات، منها أن يدخل الإنسان إلى بيت صديق له، علم وتأكد أن صديقه هذا يؤثره على نفسه ولا يمانع أبدا من أن يدخل داره بإذن أو بدون إذن ويتناول من الطعام ما رآه أمامه. إذا علم الإنسان من صاحبه سروره بهذا فهذه حالة لا مانع منها، وهذه الحالة تستثنى من عموم النهي الذي أوضحه الله سبحانه وتعالى. فهذا من هذا القبيل، عندما يستأذن الرجل أخاه يفعل ما يشاء، ولكن على أن لا يكون هذا الاستئذان مبعثا لتخجيل ومبعثا لاستحياء، يعني أذن له صاحبه استحياء خجلا، لا نعم. فكل طعام تناولته بسيف الحياء فهذا سحت، وهذه قاعدة فقهية لا إشكال فيها. ما ينبغي للإنسان أن يتصور أنه قد استحق طعاما أو استحق مالا من صاحبه بوسيلة تدخل فيها عنصر التخجيل، تدخل فيها عنصر الحياء. هذا المال يصبح محرما وليس مشبوعا بل محرم. وهذا يجرنا إلى بعض النقاط التي لا يتنبه إليها كثير من المسلمين، حتى بل كثير من طلاب العلم في هذا الوقت أيضا. هنالك عادات دارجة ينبغي التنبه إليها. يتداعى أهل حي في مثل هذه الأيام مثلا إلى إقامة مولد في مسجد في حي، يتداعون إلى ذلك، كيف يكون سبيل هذا التداعي؟ تتشكل لجنة، تدور هذه اللجنة على أفراد هذا الحي إن في بيوتهم أو في أسواقهم، ويطلبون منهم ما يمكن أن يقدموه من المال ليشتركوا في إقامة هذا الحفل، قد يكون حفلا دينيا يعني حفل مولد نحو ذلك. في هذه الحالة لا تكاد تجد حالة واحدة تخلو من استجرار المال عن طريق الحياء، والغالب إن لم نقل هذه حالة يقينية أن القسم الأكبر من هذا المال إنما يدفعه أصحابه عن طريق الخجل. ولعلكم تعلمون الأساليب التي تستعمل من قبل هؤلاء الذين كلفوا بجمع المال، أساليب التخجيل، أساليب المقارنة بينه وبين آخرين، وسائل مختلفة جدا. هذا العمل محرم، وإن خيل أنهم بهذا يقيمون عملا يرضي الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة قبل الغاية، كما أن الغاية ينبغي أن تكون مشروعة فالوسيلة أيضا ينبغي أن تكون مشروعة. ولذلك فنحن عندما نسأل عن حكم الشرع في جمع مال من أجل إقامة حفل من أجل أمر كهذا نقول: لا، لا تفعلوا ذلك، فإنكم إن فعلتم ذلك لابد أن تقعوا في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. ولكن لو أن رجلا بادر فتبرع هو، أو اشترك معه رجل آخر بمبادرة منه فتبرع هو، لا بأس،
لأن المسألة في هذه الحالية صافية عن الشوائب. نعم. كذلكم جمع المال لأمور أخرى، مثلا رجل مريض ونريد أن ندخله المشفى لإجراء عملية جراحية، والعملية الجراحية تكلفه مبلغا كبيرا من المال، ولا يوجد هذا المال معه، والمال الذي نجمعه ليس مال زكاة، عبارة عن صدقة، يعني أصحابها أحرار، أصحاب هذه الأموال في أن يدفعوا أو لا يدفعوا. كذلكم ما ينبغي أن نستجر قرشا واحدا من هذه الأموال بسيف الحياة، ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن لا يعطي الرجل شيئا من ماله لمثل هذا العمل أو غيره إلا بدافع من شعور داخلي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كل هذا ينبع من مبدأ واحد، وهو ضرورة تطبيق العدالة بين الأفراد في المجتمع الإسلامي الذي هو أعلى مظاهر المجتمع الإنساني. موضوع الطعام الذي يلتقي عليه عددا من الناس من هذا القبيل، هذا الطعام ملك لكل هؤلاء الآكلين، إما أننا نقول هو ملك لهم، أو نقول إنه أبيح لهم. هنالك حالتان تخولنا الإقبال على الطعام، حالة تمليك وحالة أخرى تسمى حالة تمتيع. ما الفرق بينهما؟ عندما يدعون رجل إلى داره، يدعو 10 أشخاص إلى داره لتناول الطعام، وتوضع المائدة ويتحلق الـ10 حول المائدة لتناول الطعام، علاقة هؤلاء الـ10 بالطعام علاقة امتلاك أم علاقة تمتع؟ علاقة تمتع وليست علاقة امتلاك. يعني لو أن واحدا منهم قال: والله أنا لا أشعر أنني بحاجة إلى جوع الآن، ولكن أخذ حصتي التي امتلكتها إلى الدار. ليس له ذلك إطلاقا، لأن علاقته بهذا الطعام في هذه الحالة علاقة تمتع وليست علاقة تملك، إلا إذا ملكه صاحب الدار فهذا شيء آخر. كذلكم الزوجة عندما تتناول الطعام في دار زوجها، فبدون أن يقرر القاضي قدرا معينا من النفقة عليه لها، فهذا يسمى تمتيعا. عندما تأكل تتمتع، عندما يمر يوم أو يومان لم تأكل لا تطالبه بقيمة ذلك الطعام في اليومين السابقين، ولكن إن قامت خصومة بينها وبينه وارتفع الأمر إلى القضاء وقرر القاضي أن عليه أن يدفع لها قيمة نفق الطعام في كل شهر مثلا 3000 ليرة، ففي هذه الحالة إذا مضت مدة ولم تتمتع بهذا الطعام ينبغي أن يدفع. هنا يتحول الأمر من التمتع إلى التملك. طيب، إذا دعينا إلى طعام واجتمعنا علاقتنا بهذا الطعام، إما أن تكون علاقة تملك، الكل يتملكون هذا الطعام، أو علاقة تمتع، بكل الحالين نحن جميعا نشترك شركة متساوية في تناول هذا الطعام، فما ينبغي أن يفوز البعض منهم بقدر كبير في حين أنه لا يفوز الباقون إلا بقدر صغير. رجل مثلا يعاني من شيخوخة ولا يستطيع أن يبتلع اللقمة إلا بعد دقائق إلى أن يمضغها مضغا جيدا، الآخرون ريثما يتناول هو لقمة واحدة يتناوله 5 لقم مثلا، لا، هذا في حكم شرعي ممنوع، إلا عندما تشيع المسامحة. المسامحة تنهي كل هذه المشكلات. مرة أخرى أيها الإخوة أقول لكم، قد يقول البعض من الناس الذين امتلأت أعينهم تقديسا للعفونات الغربية
بمقدار ما تبرموا من هذا الدين الذي توجنا الله وشرفنا به. لا، هذه الامور هل يعني نحن بحاجة الى ان نضيع بها وقتا؟ نعم، هذا الذي يقوله لنا رسول الله اثمن من الوقت الذي نملكه. الواقع انك اذا اردت ان تبحث عن دليل على ان الاسلام من دون الشرائع كلها يتصف بالذوق السامي وبالحساسية المرهفة ويعني بالانسان تربويا الى اعلى درجات المدنية واصول اللياقة في التعامل مع الاخرين، فلن تجد على صعيد الواقع ولا التاريخ الماضي ولا المستقبل شيئا كالاسلام يرقى بالانسان الى مستوى الذوق الرفيع والى مستوى الحساسية المرهفة والى مستوى التعامل الذي يزيد علاقة ما بين الانسان واخيه تضامنا وودا وحبا. كيف نعرض عن هذا الذي هو مظهر من مظاهر عظمة الاسلام والذي هو سبب من اعظم اسباب ارتفاع رؤوسنا بهذا الدين العظيم؟ هذا من آداب الإسلام، من آداب الإسلام التي ينبغي أن نتجمل بها. ثم هل نحن بحاجة إلى هذا أم لا؟ انظر إلى واقعنا تعلم أننا بحاجة. هل إذا اجتمع الناس على موائد الطعام بالمناسبات المختلفة يتأدبون بهذه الآداب؟ أبدا. ولا داعي إلى أن نفتح ملف الواقع. هنالك أناس درسوا في الغرب وتعلموا في الغرب وعشقوا الغرب، وانا اعلم انهم لا يتمتعون باي ذوق فيما يتعلق باداب التعامل مع الاخرين واداب اللياقة في التعامل مع الاخرين. ماذا استفادوا من ذلك؟ لن يستفيدوا الا انهم تنكروا لتاريخهم وتنكروا لتراثهم. انا لا اعني بالتراث الديني، اعني بالتراث الامجاد التاريخية لهذه الامة، وتنكروا لدينهم. نعم، هذا ما عرفوه وهذا ما رجعوا به. ثم يقول: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، أي لا يكاد يكفينا الطعام، نشعر أننا بحاجة إلى مزيد من الطعام والطعام قليل، لماذا؟ قال: فلعلكم تفترقون، أي لعلكم لا تأكلون معا، لعل كل واحد منكم ينحاز إلى ركن ويتناول طعامه بعيدا عن إخوانه. هذا معنى فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم، هذا شأننا. وكان بعض قبائل العرب فعلا هكذا، كانت هكذا عادتهم، لم يكونوا يجتمعون على الطعام. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم الله فيه. اجتمعوا على طعامكم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: يد الله مع الجماعة. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم الله عز وجل. وهذا شيء معروف، وكل من مارس هذا الادب الاسلامي رأى بعينيه هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان طعاما وضع لعشرة اشخاص ثم وزع هذا الطعام على العشرة ومضى كل بحصته الى زاوية يأكلها، لوجد هؤلاء العشرة ان هذا الطعام نقص ثم نقص الى ان اصبح لا يكاد يكفي لخمسة. ولو انهم جمعوا هذا الطعام بعضه الى بعض ثم تحلقوا من حوله واجتمعوا عليه وذكروا اسم الله عز وجل كما قلنا في دروس سابقة، فلسوف يجدون ان الله بارك فيه ثم بارك فيه حتى اصبح طعام العشرة يكفي لعشرين. هذه حقيقة لا ارتاب فيها،
مجربة، ولكن إذا قال لقائد أنا رجل علم خبرني وأوضحني المقياس العلمي بهذا، أقول له التجربة والمشاهدة أكبر دليل، كما قال العلماء وأولهم الهيوم. التجربة والمشاهدة أكبر دليل. إذا قلت لك أن هذه التربة تربة جيرية لا تصلح للاستنبات، قال لقائل ما الدليل العلمي؟ أقول له اجرع وانظر، فإذا استطعت أن تستنبت فيها عرقا أخضر إذا أنا مخطئ، وإذا جفت هذه العروق ولم تتنام إذا كلامي صحيح، هذا دليل التجربة والمشاهدة. فإذا قال قائل ما الدليل؟ أقول جرب. أما أن يطلب دليل مادي، هذه المسألة ليست مسألة مادية بشكل من الأشكال. لو وزنت هذا الطعام وهو مجتمع لرأيت وزنه مجموع وزن هذا الطعام وهو متفرق، من حيث الوزن هو هو، ولكن البركة شيء يختفي وراء المادة ويتسرب إلى داخلها. دائما هنالك ظواهر مادية وهنالك أسرار تكمن داخل هذه الظواهر المادية. من شك في هذا فقد شك في البدهيات، وهو أحوج ما يكون إلى العلم. ما في شيء أيها الأخوة، ما في ظاهرة إلا وتجد أن هذه الظاهرة مكونة من مادة هي محل مشاهدتك ولمسك وإحساسك، ومكون هذا الشيء من سر يكمن داخل هذه المادة لن تطوله بأي مقياس، ولن تستطيع يدك وضع يدك عليه بشكل من الأشكال، لأنه ليس من عالم المادة. قلت مرة وأكثر من مرة وأنا أشرح كلمة البركة هذه التي يسخر منها بعض الناس اليوم. كلمة البركة أصبحت من الكلمات التقليدية التي تتكرر على ألسنة الناس ولا يكاد أحدهم يؤمن بها، ومن أبرز ما يدل على ذلك أن الواحد إذا أراد أن يعني يقول الآخر كلام مجامل لكن سطحي تقليدي، والله تباركنا بكم، تفضلوا خلينا نتبارك فيكم، والله هذا رجل بركة. قلت شو يعني معنى تبارك؟ كلمة عم نمشيها ما في. نعم، في حين أن البركة اسم لهذا السر الذي إن فرغت الظواهر المادية منه تحطم الكون. الكون غير ليس قائما بمظاهره المادية، وإنما هو قائم بخمائله الخفية. الشمس كمادة، هذه الظاهرة التي تراها، هذا الجرم المشع الذي تراه سره هذه الحياة التي تبعثها الشمس في كل النباتات بل في كل ما هو حي. وكلكم يعلم أن الشمس تسمى بأم الطاقات، يعني أنها تبعث الطاقة فيما يكون له تأثير على غيره أيضا. إذن الشمس له جرم مادي وفي داخله سر خفي لا تستطيع أن تضع يدك عليه أبدا بشكل من الأشكال. الزهرة التي تتفتح في المروج وفي البساتين وفي الجنان لها ظاهرة مادية، هذا الجرم المادي الذي تراه سره هذا العبق الذي ينبعث من داخله. ما الفرق بين زهرة اصطناعية كالتي تباع وتأتي تصنع في أوروبا وغير أوروبا وتجمل بها البيوت والزهرة الحقيقية؟ ما الفرق؟ الفرق أن تلك الزهرة جرم مادي فرغ من سره، وهذا جرم مادي مملوء بسره، هذا هو الفرق، هذا سر هو البركة. نعم، البر يعني الحنطة، النباتات التي تخضر على وجه الأرض لها جرم مادي هذا الذي تراه عينك، ولها سر كامل فيه وهو ذلك السر الذي جعله مبعثا لغذائك، مبعثا لتنامي الحريرات في كيانك، وهذا السر
ليس مما ترصده المادة أبدا. عندما تهمل الأمطار ثم تهمل ويكرم الله الناس بموسم رائع وتجد سنابل الحنطة تتمايل ذات اليمين وذات اليسار باسقة والناس يتأملون خيرا، كل شيء تهيأ، المادة كل شروطه تهيأت، وتنظر بعد حين إلى دخائل هذه السنابل وإذا بها هشيم تعطم، شيء تعطم خلى من سره، الظاهرة موجودة، الجرم المادي موجود، السر مفقود. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وصحبه وآله القائل: ليست البركة، ليس الحرمان أن لا تمطروا، وإنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة، ثم لا تكون البركة. يعني توجد الأمطار، هاي المادة، اخضرت الأرض، هاي المادة، طلعت السنابل، هاي المادة، امتلأت السنابل بما في دخائلها من حبات البر، هاي المادة. تنظر أخيرا السر الذي به فائدة الإنسان غير موجود، هذا هو الحرمان. نعم، وهكذا كل شيء له مظهر مادي وله سرا هو مبعث الخير والفائدة فيه، هذا السر هو الذي يسمى البركة. رجل بنى دارا، جمع مالا، تمتع بعافية، تزوج فتاة كما يشاء، كل هذه المظاهر وجدت ولم تتحقق بين جوانحه مشاعر السرور. إذا وجدت المظاهر المادية ولم يوجد السر، السر هو هذه البركة. البركة كلمة رائعة، ولو لم تكن رائعة لما قال رسول الله لابنته وابن عمه علي رضي الله عنهما في يوم زفافهما: بارك الله لكما وبكما وعليكما وأخرج منكما الكثير الطيب. ليش يقول بارك الله لكما؟ أي حقق لكما في المادة التي أكرمكم الله بها سر السعادة والخير. الطعام الوفير مهما تكاثر ليس هو مبعث الخير الذي تنتظره، مبعث الخير السر الكامل في داخله. فإذا استلب الله منه هذا السر ستجد أن هذا الطعام أصبح كالهباء، لا شيء، كزبد يربو على وجه سيل، زبد طافي، ولكنك إن لمسته تجده لا شيء. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا له أنهم يأكلون ولا يشبعون. يعني شو عملوا يا رسول الله؟ والله طعام موجود، أما كلهم لا يغير، خلص الطعام ولساتنا جوعانين. هذا مما شكوه لرسول الله. قال لهم: لعلكم تفترقون، كل منكم ينحاز إلى ركن قصي ويأكل. بعض قبائل العرب هكذا كانت عادته. قالوا: نعم. فحذرهم رسول الله من ذلك، قال: اجتمعوا على طعام واذكروا اسم الله ويبارك لكم الله فيه. فإذا قال قائل: يعني كيف يعني؟ كان كيلو صار كيلو كيلوين، يعني شلون؟ يقول له: القمح اليوم هو نفسه اللي كان السنة الماضية، الوزن هو نفسه، ليش هلا لما حدا كله تتفتت وراح وضاع ما في بركة؟ ليش؟ هات لشوف. أنت جاوبني، ولو أنت كنتم، أنا لا أقول هذا الكلام تمثيلا، أقوله واقعا. سألت بعض الإخوة عن الموسم في أطراف الشام في الجزيرة نحوها، قيل لي: في أكثر المناطق ظهر النبات وبصق وتأمل الناس خيرا وملئت السنابل بالبر، ولكن فوجئوا بأن هذا أصبح حطام. طيب هات لشوف انت واقع موجود، موجود الان. خلي هذا يعني يسألني عن ما هو رب العلم، غبي من غب العلم، يلي شو صار في هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى علمنا امورا واخفى عنا امورا. شو بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة نون؟ نعم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنوا. لا إن شاء الله ولا بدنا نأكل الفقراء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. شوف الكلام. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ما قال شو هذا الطائف؟ ما وضعنا أمام يعني مقاييس مادية حتى يعني مثل الرضاعة يلقن فيها هؤلاء الذين يريدون أن يجلسوا مع الله ليحاوروه ويناقشوا. هي شغلتكم، هي شغلة رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. طاف عليها طائف من ربك، كلام عجيب، وهم نائمون ليلة واحدة فأصبحت كالصريم كأنها قد اجتثت. وكل احترق، احترق. شو بيقولوا بعض علماء النباتات؟ قال والله في حشرة بس هيك فوق النباتات الدور، النباتات بتتأثر منها تحترق. طيب ليه؟ شو سويت هاي الحشرة؟ لك يا عم نكمل المشوار لما عم تحلل، لا تعيد بالنص. قل هذا جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا بدك تعلل بالجراد جند من جند الله، إذا بدك تعلل بهذه الحيوانات دقيقة جدا جدا فعلا تطوف فوق السنابل، إذا السنابل كأنها احترقت، شو سويت فيها ما بتعرف؟ نعم، كلها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. هذا هو. فكما أن الله يستلب البركة يضع البركة يزيد البركة. نعم، بمناسبة حديثنا عن بعض القبائل العربية وكيف كانوا يتفرقون عند تناول الطعام، هذه عادة عربية. من الذي ألغاها؟ الإسلام. انظروا كم من العادات الوحشية كان العرب وغير العرب وغير العرب معتادين عليها، ثم إن الإسلام جاء فهذب الناس وسمى بهم فوق هذه العادات. كانت المرأة في العصر الجاهلي في لدى كثير من القبائل لا تأكل مع الرجال، وإنما تأكل في ركن قصي، ما يصير تأكل مع الرجال. جاء الإسلام فألغى هذه العادة، وندب الناس إذا أقبلوا على طعام أو شراب أن يجلسوا جميعا لا أن يتفرقوا. ما هو مطمح نظر الشارع في هذا؟ مطمح نظر الشارع في هذا إيجاد مزيد من لحمة الألفة، لأن الألفة كيف تتغذى؟ بمناسبات مثل هذه المناسبة. نجتمع على طعام، اجتماعنا على الطعام يغذي علاقة ما بيننا. قبل أن نتناول الطعام كانت العلاقة بشكل، بعد أن تناولنا هذا الطعام ونحن مجتمعين تجد أن العلاقة أصبحت ذات حرارة. إذا تكرر هذا يوما فيوما 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 تجد أن هذه اللحمة قد تزايدت. هذه حقيقة واضحة. فمن أجل ذلك ندب الإسلام الناس إلى هذا الأمر. أما ما بين الرجل والمرأة فأنتم تعلمون أن المجتمعات العربية ككثيرا من المجتمعات الأخرى تنظر إلى المرأة على أنها يعني بشر بس من الدرجة الثانية. أما الغرب فكانوا لا ينظرون إلى أن الرجل هو البشر والمرأة مخلوق آخر. في أوروبا نعم، وفي الفترة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك مؤتمر يعقد في فرنسا لبحث مسألة في غاية الطرف، وهي أن المرأة يا ترى من عنصر البشر أم هو عنصر آخر من غير البشر. هذا في الوقت الذي بعث فيه المصطفى وأنزل الله قوله والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، فكانت هنالك عادات دارجة أن المرأة لا تشترك مع الرجال في الأمور الهامة ولا على موائد الطعام. وإلى اليوم هنالك مجتمعات بهذا الشكل، ولعلكم تعلمون أن اليابان إلى الآن يحتضن هذه العادة. فالمرأة عندما تقدم الطعام لزوجها تقدمه ثم تستأخر وتقف في ركن قصير ولا تتناول معه لقمة من طعام كالخادم الحقير أيضا،
حتى إذا انتهى الرجال من طعامهم أو الرجل أخذت هذه المائدة وذهبت بها إلى ركن مسلم قصي وتناولت الطعام بمفردها. هذا الشيء موجود أيها إلى الآن. هذه العادة التي قضى عليها دين الله سبحانه وتعالى في اليابان، اليابان بلد متحضر، هذه العادة لا تزال سارية. وفي الإسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. انظروا إلى الفرق الكبير بين تلك العادة وهذه العادة. في بلاد الأكراد، في كثير من مناطق الفرس، في كثير يعني من مناطق الأعاجم، هذه العادة لا تزال جارية، أن المرأة لا تشترك مع الرجل في تناول الطعام. الإسلام هو الذي قضى على هذه العادة الآسنة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الاجتماع على الطعام لأمرين اثنين: أولا لزيادة الألفة بين أعضاء الأسرة، ثانيا للبركة التي ينبغي أن نتوخاها في الطعام. باب الأمر بالأكل من جانب القصع والنهي عن الأكل من وسطها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى يعني في يوم من الأيام أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. هذا الحديث يدل على فيه دلالتان اثنتان. الدلالة الأولى الأمر، أمر الآكلين إذا أحدقوا بقصع الطعام أن يأكلوا من أطراف القصعة ولا يمدوا أيديهم إلى وسطها. وأظن هذا الكلام شرحناه في الحديث الذي يقول فيه رسول الله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، شرحنا هذا. وهنا يوضح لنا رسول الله السبب، أن البركة في هذا الوسط، فإذا بدأ القوم بالطعام فليأكل من الأطراف ثم إلى أن يصل إلى الوسط. هذا الشيء. الشيء الثاني، أدب الطعام يقتضي ذلك، الذوق يقتضي كذلك. وأظن أننا شرحنا هذا ولا داعي إلى أن نعيد الكلام الذي قلناه. لكن الشيء الآخر الذي ينبغي أن يلفت نظرنا، أولا يقول عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في بيته قصعة، يعني مثل ما بنقول نحن منسف، يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال كبيرة، إذا ملئت بالطعام لابد أن يحملها أربعة رجال. ما الحاجة إلى أن توجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصعة؟ الواقع ما عنده هذا العدد الكبير. الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكثر الأحيان إذا كان عنده عدد من أصحابه وحان وقت الطعام وضع الطعام الموجود أيا كان هذا الطعام. وقلت لكم لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه بعض الصحابة، قالوا: كنا لا نفترق إلا عن ذواق،
يعني إذا جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتفرق بعد طعام ما، فإذا جاء وقت الطعام وضع الطعام الموجود، ربما كان الموجود تمر وماء، وربما كان الموجود حليبا، وربما لم يكن شيء. نعم، فإذا كان هنالك طعام يفرد استعملت له هذه القصة. وذات يوم يقول لما أضحوا صاع، يعني بعد صلاة الصبح، جلسوا عند رسول الله إلى أن كان وقت الضحى، وسجد الضحى أي صلوا صلاة الضحى، وهذا دليل على مشروعية صلاة الضحى خلافا لما يظنه بعض الناس. صلاة الضحى متفق عليها عند سائر العلماء، وحديث أم هاني أخت سيدنا علي وهو موجود في البخاري صريح بذلك، وأحاديث أخرى يرويها الإمام مالك ومسلم صريح بذلك، وهذا الحديث أيضا صريح بذلك. فلما أضحوا وسجدوا الضحى، ما معنى سجدوا الضحى؟ يعني صلوا صلاة الضحى، وكان رسول الله من عادته يصلي الضحى 8 ركعات، أقل الضحى ركعتان وأكثرها 8 ركعات. بعد ذلك حان وقت الطعام، أتي بتلك القصعة يحملها 4 رجال، وقد سرد فيها، طبعا ما في داعي يحملها 4 إلا لأنها مثقلة بالطعام، وقد سرد فيها يعني خبز ومرق يعليه لحم، فالقفوا عليها. فلما كثروا يتضاغطوا، النبي عليه الصلاة والسلام كيف جلس؟ جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى جفى؟ يعني جلس على قدميه مقيما ركبتيه. الجسوم معروف، يعني العجز مرتفع عن الارض والاعتماد على القدمين. نعم، هذا معنى الجثو. هذه الجلسة اصغر جلسة، بينما جلس الانسان متربعا يأخذ مسافة مضاعفة. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضاءل حتى يوسع للآخرين. كان موجود واحد من الأعراب الوافدين من جديد على رسول الله، ما أعجبته هذه الجلسة، قال ما هذه الجلسة؟ يعني جلسة من لازم يعود؟ فماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذا الكلام ينبغي أن يستوقفنا طويلا. ماذا تنكر يا هذا من جلستي؟ ما الذي دعاك إلى أن تنكرها؟ إنك تنكر جلستي لأنها بتصورك لا تتفق مع مكانتي التي حدثت عنها. قيل لك هذا رسول الله مرسل من عند الله، ورأيت مدى تقدير وتقديس الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك تصورت إذا أن هذا ينبغي أن يكون ملكا، هذا ينبغي أن يكون زعيما كبيرا. الملك والزعيم ليس من شأنه هذا، ينبغي أن يترفع عن هذا الدين. هذه الجلسة لا تليق، لعل هذا هو الذي حملك على الإنكار. فاسمع وتعرف على هويتي، أنا لست كما تظن. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. أولا ما قال أنا عبدا كريم ولست جبارا عنيدا، وإنما قال جعلني الله، وفرق كبير بين العبارتين. لو قال أنا عبد كريم لشممنا من هذا الكلام رائحة مدح الذات. يعني أنا إذا قلت بهيك مناسبة أنا إنسان متواضع، أنا إنسان ضعيف يا أخي، أنا إنسان مثلكم لا تنظروا بنظرة عالية، أنا رجل مو أكثر من إنسان عادي، قد يستشم من هذا الكلام أنني أمدح نفسي بهذا التواضع حتى
أتى يعني أصل إلى مزيد من قلوب الناس وحتى أنال مزيدا من محبتهم، لكنه تبرأ من سمعه، قال إن الله جعلني عبدا كريما. المسألة مو باختياري، صاغني الله هكذا، طبعني الله هكذا، جعلني الله عبدا كريما. فليس لي فضلا بتواضع، وليس لي فضلا بأنني أجعل من نفسي هذا الشكل، لا، بل لو شئت أن أفعل غير ذلك لما استطعت ذلك، لأن الله عز وجل صاغني على هذه الشاكلة. هذا صنع الله، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، إن الله جعلني عبدا كريما. العبد المملوك الذي لا يملك شيئا، هذا معنى العبد، مملوك غير مالك، إذن هو عبد، لكنه عز وجل جعلني كريما، يعني جعلني لين الجانب، جعلني معطاء، جعلني أخفض جناحي للناس جميعا، ولو شاء لما جعل هذا. الفضل ليس لي، الفضل لمن جعلني على هذه الشاكلة، ولم يجعلني جبارا عنيدا. أنا لكي أجلس كما تحب، ولكي أجعل لنفسي مقاما عرشا أتبوأه أتميز به على الجالسين، هذا يحتاج إلى أن أمارس شيئا ليس بيدي. لم يجعلني الله سبحانه وتعالى جبارا يتجبر على الآخرين وعنيدا مقابل كريما، لم يجعلني ذلك، فأنا لا أملك من أمر نفسي إلا ما ترى. هذا الكلام أيها الإخوة لو تأمله الذين يرتابون في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ يا ترى هل هو باحث عن ملك؟ يا ترى هل هو صانع زعامة؟ يا ترى صحيح كما قال البعض أن دماء الزعامة كانت تنبض في عروقه، فكان يبحث عن زعامة يحييها لآبائه وأجداده؟ الذين يبحثون عن هذا بوسعهم أن يجدوا الجواب عن هذا في هذه الكلمة التي قالها رسول الله، والتي صدقها على عمله وواقعه وسلوكه. النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن نبيا لكان جبارا قطعا، لأنه لو لم يكن نبيا لكان كاذبا في قوله إنه يحيي، وفي قوله إن القرآن كلام الله، وفي قوله عن يوم القيامة والجنة والنار، كل يكون كذب. وعندما يكون كاذبا لا بد أن يكون جبارا، ولا بد أن يكون أسوأ مزيف في التاريخ طبعا. طيب، هل يمكن أن يتصور العقل إذا لاحظ سلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقواله في مثل هذا الحديث أن يفترض واحد على مليون أنه كان كاذبا في دعوى نبيته وأنه كان ينشد زعامته؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عم يتواضع بهذا الكلام. هلا فالتواضع دائما أنا أقول فن، في ناس بتواضعوا مشان الناس يعظموهم أكثر، مثلا بيجي أنا هيك بتذلل ونعم بخفض رأسي بني لك عنقي، وبيجي الناس بتقول هذا باين عليه شوفوا قد اسمه تواضع، بيقولوا بيجيني أكثر. نعم، بقعد أنا فايت بقعد آخر شيء مثل يعني مشان حتى يتراكدوا يجلوني. هذا اسمه فن التواضع، فن التواضع. فهل كان رسول الله يمارس فن التواضع؟ كان التواضع جبلة له، ما قعد هالقعدة. لو كان جبارا والله ما بيعد بهذا الشكل ابدا، بين اصحابه ممكن كل واحد قاعد متربع واخذ راحته، وهو هكذا جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودائما هذا شأنه. جاءه اعرابي قيل له ايكم محمد؟ فاشاروا له، ولما رآه عابه ووقف، فقال له ابنه يا اخي العرب، ابنه. مشى حكي ثم وقف، قال له ابنه يا اخي العرب. ادرك المصطفى صلى الله عليه وسلم ان هيبة سرت الى قلب الرجل، فقال له ابنه يا اخي العرب.
فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. هون على نفسك، أنا ابن امرأة فقيرة بسيطة، كان طعامها القديد، اللحم المجفف الذي كان يضع على الصخور، ما في الطعام، ما في مال لإنضاج هذا الطعام، كان ينضج على لفح الشمس. أنا من امرأة كانت تأكل القديد المشرق في مكة. نعم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضع لنا هوية المصطفى عليه الصلاة والسلام. لم يكن جبارا، لم يكن طامعا في ملك، لم يكن طامعا في زعامة في شيء من الأشياء إطلاقا. نعم، ولو أن الإنسان قال دخل على مجلس رسول الله لما عرفه، يعني مفروض أن يعرف رأسا واحد منا إذا كان قاعد في المجلس رأسا، يقول ما شاء الله المشايخ قاعدين هون، قاعدين بمكان بارز عالي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غريقا فيما بينهم، لم يكن يعرفه واحدا منهم بشكل من الأشكال، وهذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أعلم إذا كانت هذه هي سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لماذا نجد هنالك من يرسم إشارات استفهام تلو إشارات استفهام تلو إشارات استفهام عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحفل التاريخ بآلاف آلاف آلاف الأدلة التي تنطق بهويته صلى الله عليه وسلم؟ أليس هنالك ما يجزم لكل عاقل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة؟ نعم، قالوا إنه باحث عن ملك، واحد اسمه فون فلوتر ألف كتاب سماه السيادة العربية، حشاه بدعاوي كاذبة، اشتهيت لو أنه دعم دعاويه بس بحجة واحدة، بس بدليل واحد، دليل واحد يكفي أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء لينقل الزعامة من أيدي الفرس إلى العرب، هذه كانت مهمته، وكان قصارى همه أنه الزعامة اللي كان عم يتمتع فيها الأعاجم يفوز فيها العرب. طبعا الهدف من ذلك شو الهدف؟ انه يوقعها بين الاعاجم وبين العرب، هي تتمت النار اللي كانوا عم يفقوها يوم من الايام في القوميه بعد ما حطموا الاسلام. عندما حطمت الخلافه الاسلاميه راسا استبدلوا بالخلافه ماذا؟ القوميات. بريطانيا في هذا معروف، ولي كتاب عنوانه هكذا نشات القوميات، نفائق كلها. نعم، ففلوت ألف كتابه هذا سماه السيادة العربية من أجل أن يوقع بين الأعاجم والعرب، ويقول للأعاجم يا ناس هؤلاء العرب جاءوا خدعوكم باسم الإسلام، محمد كان دجال سرق زعامتكم وغرسها في المدينة المنورة. نعم، طيب هذا شوف ما هو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان زعيما، كان طالب زعامة، يعني عرضوا على الزعامة على يعني صينية من ذهب، قالت له قريش في مكة وكان المتكلم باسمهم شيخ صدق، نعم عتبة ابن ربيعة، قال له إن جئتنا بما جئتنا به تبغي ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تبغي مالا أعطيناك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كان كذا وكذا وكذا. فماذا قال لهم رسول الله؟ قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم ولا الشرف فيكم ولا السود عليكم، ولكن الله جعلني رسولا فبلغتكم ما أرسلت به، فإن تؤمنوا فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقبل الله بيني وبينكم. طيب الباحث عن الزعامة رأسا كان أخذ الزعامة، قال إيه والله بيمشي الحال، رأسا بايعهم على الزعامة. طيب ليش ضحى بوجوده في مكة وقبل أن يطرد من مكة وكان يغنيه عن ذلك لو قبل الزعامة؟ إذن هو عندما يعرف على نفسه قائلا أنا جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا،
عنيدا تعريفا بهويته التي صاغها الله ولم يتكلفها هو، والحمد لله رب العالمين.